لذاتي 2023، فهؤلاء فقدوا عقولهم وسيجعلونك عاما لا تخمد حربه ولا تنسى آلامه. نعم، بوتين يحدد لجيشه خطة العام القادم ويدرب صديقه على استخدام النووي، ليتوجه زيلينسكي إلى واشنطن بشكل عاجل، وبريطانيا تحجز مقعدها في الحرب القادمة. فما كل هذا الجنون؟ أمريكا تمنح المارد الكوري فرصة أخيرة، وكيم يرد بطريقته الخاصة، فيما بوتين ينتظر مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي. فما الذي سيقوله ماكرون؟ لقاء نووي. فجأة ومن دون إعلان مسبق، طار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومعه وزير الدفاع سيرجي شويغو للقاء حليفه البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. لم يذهب سيد الكرملين إلى بيلاروسيا للترفيه، بل لتأكيد الاتفاق مع حليفه على جميع التدابير لضمان أمن روسيا وبيلاروسيا المشترك، وتعزيز قدرات الجيشين، وتكثيف التدريبات والمناورات المشتركة. ولكن هذا ليس كل شيء. بوتين أعلن لأول مرة عن توجه موسكو لتدريب طواقم طائرات بيلاروسيا القادرة على حمل ذخائر نووية. وفي تحد للأمريكان، قال بوتين إن هذه ليست سابقة، لأن واشنطن سبق وأن دربت طواقم حلفائها على تلك المهام منذ عقود. وبعد رحلة بوتين، مباشرة الرئيس الأوكراني زيلينسكي يقرر الذهاب إلى واشنطن زيارة بايدن وفقا لوسائل إعلام أمريكية. ولأول مرة منذ بدء الحرب سيلتقي الرئيس الممثل بنظيره العجوز. فلما يخططون هذه المرة وبين تحركات موسكو وكييف؟ تزداد مخاوف أوكرانيا من تعرضها للهجوم من الحدود البيلاروسية. وكان القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني قال إن موسكو ومينسك تعدان لعملية مشتركة ضد كييف. ليخرج المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وينصحه بأخذ قسط من الراحة، لأن الضغوط العملية جعلته يتوهم ذلك. ليرد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بأن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على بيلاروس إن زادت دعمها لروسيا في العملية العسكرية بأوكرانيا. وهنا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: عليكم تغليب صوت العقل، ونحن إلى جانب موسكو منفتحون على الحوار. الكل يستعد للأيام القادمة. لن تشرق شمس السلام في المستقبل القريب على الأوكرانيين، هذا ما تتفق عليه كل القوى الدولية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقطع الأمل في انطفاء الحرب الروسية الأوكرانية، ويستبعد تنظيم أي مفاوضات سلام قريبا. ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يفضل استمرار الحرب، قائلا إن المفاوضات حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا لا جدوى منها في الوقت الراهن، ولن تتم إلا بعد انسحاب روسيا من أوكرانيا. وهنا يعلن الروس استعدادهم لكل الخيارات، وها هو بوتين يعقد اجتماعا موسعا مع كبار القادة العسكريين لتحديد مهام الجيش الروسي في العام المقبل. وردا على تجهيزات موسكو، يستعد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك لدعم الرئيس الممثل بما يحتاجه. ووفقا للحكومة البريطانية، فإنه سيعلن العام المقبل عن حزمة مساعدات جديدة لكييف تتضمن تزويدها بمئات الآلاف من قذائف المدفعية. وبما أن الأيام القادمة ستشهد حربا ضروسا فلا تسبب كارثة نووية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن عن نيته الاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث سلامة مواقع الطاقة النووية في أوكرانيا. فهل سيرد بوتين على هذه المكالمة؟ كوريا الشمالية ترعب جيرانها، كونوا على حذر، فعيني تراقبكم
وترى كل تحركاتكم. بهذه الرسالة استفز المارد الكوري جيرانه وسلب النوم من عيونهم. فبعد أن أجرت تجربتها الصاروخية الأخيرة، كوريا الشمالية نشرت صورا للعاصمة الكورية الجنوبية سيول ومدينة إنتشون الساحلية المجاورة لتثبت نجاح قمرها الصناعي المخصص للتجسس والاستطلاع. الغاية من هذه الرسالة فهمتها سيول ليصرح القيادي في الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية جيون جين سوك. استفزازات كوريا الشمالية تهدف لطرد القواعد العسكرية الأمريكية من شبه الجزيرة الكورية وتدمير التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي، ليخرج العمسام ويثبت وجوده أمام المارد الكوري. حيث صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بأنهم سيتعاملون بمنتهى الجدية مع أي إطلاق صاروخي جديد تجريه كوريا الشمالية. فهل يكفي هذا التهديد لإخافة المارد الكوري؟ هجوم عكسي. خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. هناك من سمع بهذه القاعدة وقام بالهجوم فعلا، ولكن ليس على العدو. الصحفي الأوكراني فلاد بوفتروك كشف عن قيام القوات الأوكرانية بتفجير سد على نهر إربن، وذلك للدفاع عن كييف. والنتيجة فيضان غمر منازل السكان في المنطقة وأتلف محاصيل القرى المجاورة، ما ضاعف معاناة الأوكرانيين في تلك المنطقة وزاد الطين بلة. وفي الأثناء، صحيفة بوليتيكو تقول إن صبر قادة الغرب تجاه زيلينسكي يوشك على النفاد، مشيرة إلى أنه لولا العمسام لتخلى الجميع عن الرئيس الممثل، فخسائر الحرب أصبحت قرابة تريليون دولار. فهل ينفد الصبر حقا؟ آخر المستجدات. قال موقع نافال نيوز المتخصص بالشؤون العسكرية إن اليابان ضمت إلى جيشها مؤخرا سفينة صاروخية جديدة. وإلى الهند، حيث ذكر الموقع أن سلاح البحرية في الجيش الهندي تسلم مؤخرا مدمرة بحرية شبحية من فئة P-1/5B. بينما يبحث العالم عن حل للصراع الروسي الأوكراني، رئيس دائرة الاستخبارات والأمن في مولدوفا ألكسندر موستياتسي قال إن روسيا تخطط لمهاجمة بلاده مطلع العام الجديد. فما الذي دفعه لقول هذا؟ يعيش الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سوء خاتمة سياسية، حيث أوصت لجنة التحقيق البرلمانية بإجماع أعضائها بإطلاق ملاحقات جنائية بحقه. ليس هذا وحسب، بل قضت اللجنة على آماله في أي عمل سياسي آخر لأنه عديم الأهلية حسب قولها. أعلن مالك منصة تويتر إيلون ماسك أنه سيستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي للمنصة، وذلك بعد استطلاع أطلقه بنفسه وكشف أن المستخدمين يريدون منه التنحي.